نظيف رمضان، واش الكوزينه في رمضان، واش غسل الماعة في رمضان. غادي نلقى 70% كلكم غنغسل الماعة. دونك فيديو اليوم ان شاء الله غادي يكون روتيني الرمضاني، ما روتين رمضان 2020 2020. دونك هذا الروتين هذا ان شاء الله غادي يكون مليء بالافكار وبالنصائح، غادي يكون ان شاء الله غوتور دو كورس او مونورغانيزاسيون، يعني ما بعد التسوق كيفاش تنظم الاشياء اللي تنتسوق بها باش نسهل عليا الامور في شهر رمضان. غادي يكونوا افكار وغادي يكونوا نصائح وغادي يكونوا حيل الاشياء اللي تنديرها باش يربحنا الوقت فيما بعد في وسط الاسبوع. الا كنتي ام عندك وليدات، كنتي مشتغله، بغيتي تنظمي الوقت نتاعك، الفيديو اليوم محمس جدا محفز جدا وغادي يعجبك بزاف بزاف. درت لكم ان شاء الله مائده الافطار، هذه غادي تكون رابع مائده افطار ندير لكم في هذا رمضان هذا او ثالث، درت لكم موائد اخرى. فريمون شكرا شكرا على تعليقاتكم كلها على راسي من الفوق. وبين هذه وهذه وهذه بعض اللقطات العائليه انا والكتاكيد، المهم كيفاش تندير بعض هكا باش يكون روتين اللي هو حي. يلا وعلى بركه الله. وصفات سهلة وسريعة، أفكار للتنظيم في المطبخ، فيديو رمضان 2020 غونجمو أستيوس أورغانيزاسيون ويدمي ونصائح للأمهات. مرحبا بكم، ألف مرحبا في فيديو جديد عاوتاني على قناة سوا. هذا الفيديو هذا غادي نتحدث معكم شي شويه وغادي يكونوا فيه بزاف ديال النصائح اللي تنستعملهم مثلا مع الكتاكيت نتاعي. دونك بالنسبه للصباح طنوط، بعدا اليوم كاين لك غير الشتاء، طنوط نصايب الفطور للوليدات. كل نوبه واش تندي ليهم؟ شات ليا شي شويه ديال الخبز البارح، خبز ماشي يابس ولكن رشات ليا خبز من البارح، يعني عوض ما نرمي ولا ما نستعملوش. قلت علاش لا ندي ليهم غوسيت دو بان بيردو، راه كلشي تيعرفها، تديري غير بيضه، ملعقه ديال السكر، وتديري تقريبا 5 ملاعق كبرى ديال الحليب، وتتبقاي تلصيهم فوق داك الخبز شي شويه ديال الزبده وتتقليهم، باقا تيجيو زبون وتيجيو مقرملين بحال الا يلا صيبتي الخبز وبغيتي الخبز تيجيكم مويلو. دونك هادي هي لا غوسيت نتاعتي السريعه المفضله. الا شاد ليا شي شويه ديال الخبز في الدار، وانتم البنات الا شاد لكم شي شويه ديال الخبز في الدار اش تديروا به؟ ودابا غادي نجاوب بعض السيدات اللي سولوني فين شريتي سوم الكيسان وفين شريتي الطبيسيلات ديال الوليدات نتاعك. بغيت نقول لكم بانني شريتهم من عند اكسيون وغير اورو، واحد الكاس اورو واحد الطبسيل، يعني صدقات لي القضيه بربعة اورو، جوج كيسان زوينين وجوج طبيسيلات زوينين من عند اكسيون. ان شاء الله يتحل وراه غادي تلقاوهم باقيين كاينين عندنا. اللي تيعجبوها كالي روتين انا يتندوي فيهم وتنشرح لكم كل حاجه، خلي لايك لهذا الفيديو هذا باش نعرف. هنا كاين واحد المثل تيقول نهار الممطر نهار سعيد. الله يجيب غير الصحه والسلامه، واخا تكرش ليا الصالون مي بون. اش غادي نقول لكم البنات؟ شكرا، غادي نختم الفرصه ونشكركم جميع التعليقات نتاعكم، تمشي ديريكت ونجاوب بعض التعليقات داكشي تنقدر عليه. شكرا، المحبه نتاعتكم كلها على راسي من الفوق، محبتي لكم تنتم راه متبادله، ويا ربي يا مولانا نبقى دائما عند حسن ظنكم وريح الشمنة. اش تنقول؟ دونك بالنسبه للنصائح ديال الامهات غادي نعطيكم هنايا نصائح على السريع ما يخصش لي دووار ديال الوليدات. يعني صافي جريت عليه سديت التلفازه يمشي مع الصباح يشعل لي دوك الارانيب حتى هضره ما تيهضروهاش. دونك بالنسبه دابا للنصائح
عشان ندير دائما خاصكم ديروا الوليدات نتاعكم في واحد البلاصه اللي ما يكونش فيها الصداع، اما في الصالون اما في البيت اما في الكوزينه، المهم اما في البيت نتاعهم، ولكن ما يكونش صداع حواليهم. سمعوا ليهم وعمركم ما ديروا لي دوفا في بلاصتهم. حاولوا تشرحوا ليهم ليكزيرسيس ولكن بلا ما تخرجوا ليهم النتيجه، وما تستريسيوش وما تستريسيوهمش البنات. دونك الا ما عجبتكم شي حاجه نورمالمون في السيستيم الدراسي، ما عجبكمش شي تمرين او ما تقولهاش قدامهم، لحقاش الا كان ولدكم مثلا كسول غادي يزيد مازال يتكاسل. دونك هادو كانوا غير بعض النصائح اللي نستعملهم انايا مع ميوسا ميانيس. فباقي ما دخلش السي بي، ولكن شرينا ليه ديجا هاد الكتاب، هذا شرينا ليه من لوكلير، فهو ديال السي بي، تنخدموا معها هكا مره. البنات اش غادي نديرو؟ غادي نمشيو الى التسوق. ما بعد التسوق سوقنا، ولكن كيفاش تندير تنظم كلشي في بلاصتو باش نسهل عليا الامور؟ غادي تشاهدوا معايا مون اورغانيزاسيون دي زاستوس، افكار ونصائح كيفاش تندير باش نسهل عليا الامور في الاسبوع بالتنظيم اللي غادي ندير ان شاء الله اليوم. كنستغل واحد النهار تندير فيه بزاف ديال الاشياء اللي تضيع ليا الوقت في فصل الاسبوع، خصوصا دابا حنايا راه عندنا حتى القرايه ديال الدراري زايده لينا، وقرايه ديال الدراري راه يمكن تفوت حتى لربعة السوايع في النهار. قالوا غادي يدخلوا نهار 11 مع حتى البنات، واش تدخلوا وليدات نتاعكم وما غاش تدخلوا وليدات نتاعكم؟ المهم كتبوا لي شي في التعليقات. دونك بالنسبه للحمص فتنبزكو، الا كان تضركم المصران حيدوا لي القشره نتاعتو البنات ضروري، عاد ديروه في الميكات. وبالنسبه للكرافس فتا هما تنحيد لهم الورقه نتاعهم، تنغسلوهم مزيان، غسلوهم بشو شويه ديال البيكربونات دو صود، فوالا خليهم واحد 5 دقائق، شلوهم ونشفوهم. الا ما عندكمش الوقت باش تنشفوهم، نشفوهم بهذا ديال لاصاله درتي، نشف من داك الشرفي انا هذا باش نشف. وبالنسبه لهذا ديال لاصاله بحال شريتو يمكن بشي 6 اورو من عند لوكليير، تينشف القزبور، تينشف لي سالاد، تينشف كلشي، اي حاجه درتيها فيه تينشف. غادي تشاهدوا معايا الكميه ديال الماء اللي خرج من الكرافس. مره واحده تنشري كميه كثيره ديال الكرافس، كميه كثيره ديال القزبور، كميه كثيره ديال الاشياء اللي غادي تشاهدوا معايا بعد قليل. تنغسلوهم تنشفوهم وتنطحنوهم. بالنسبه للسيدات عاوتاني اللي سولوني على هذه الماكينه، هذه الماكينه هذه شريتها من عند لوكلير، ما عرفتش غادي تبقى واش كاينه ولا ما كايناش، ولكن انا شريتها من عند لوكلير. بشحال تقمت عليا؟ تقمت عليا ب 10 اورو. كنت شريت وحده تتشبه ليها من عند المغرب، ولكن هذيك اللي جبت معايا من المغرب تخززوا ليا المصيمرات نتاعها، وراه قلتوها ليا، قلتوا ليا بدي راه تتخزز المسامر نتاعها تتخزوها، انا يا نرميها صافي حاجه اون فوا تخزات رميها حتى تكون سامه. شفتوا معايا من بعد ما قطعت، هي اللي قطعت ليا تبارك الله هاد الكرافس، تتقطعهم شهوه هي، خاصها شي شويه ديال الرياضه حيت ماشي الكتريك. دونك تنقبض هاد الكرافس نديروهم في ميكات فوالا، وتنديروهم في هاد لاباري هادي اللي تتسد البلاستيك. سوف نقول لكم انايا شنو هو المشكل مع هاد لاباري. هاد لاباري نورمالمون كان صيفطها ليا بنقول شحال هادي، تتعذب نكذب عليكم، عند رخصو تخليه نصو تتعذب. يعني تنصحكم الا بغيتو تشريو شي حاجه تتسد البلاستيك ماشي هاد الماركه هادي، حيت فريمون خاصك تبركي 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 حتى تتسخسخك، حتى تسد لك بلاستيكه. اللهم بلاش ان شاء الله غير شي شويه، وناخذ شي وحده اخرى، حيت فعلا هاد لاستوس ديال التسداد ديال لي بلاستيك وتحطهم في المجمد فتتكون صحيه اكثر. دابا بالنسبه للقزبور والمعدنوس اللي تيخليو في الثلاجه وتيخمش ليهم وتيبقاو ورميو، كاينين بزاف ديال الاشياء اللي يمكن لكم ديروها باش تحتفظوا به. اما ديروه مثلا في قرعه، انايا تنشفو مزيان وتنطحنو وتنديروه في قرعه، كندير النص وتندير فيه الزيت العود، وهذه لاستيس دو كوميغ اللي كانوا تيديروها الجدوات نتاعنا تبارك الله. انايا جدتي كانت تدير بزاف ديال الاشياء اللي انايا الان عاد تنفهم. يرجعوا للجدوات نتاعنا، راه غادي تلقاو بزاف ديال لي زاستيس لي فريمون رائعين، تيديروا
يديروا الزيت العود هكا في القزبور والمعدنوس، وحطها في الكرفس يديروا في القراعي ما تيوقع لهم والو، تحطيه 5 ايام في الثلاجه وما تيوقع ليه حتى حاجه، وما كليك عاوتاني تجيني في البلاستيكات وتحطيه في المجمد. دونك من بين الاشياء اللي تنستعملها تقريبا كل يوم في شهر رمضان هو البواغو او بديل البصل، تنديروه في البطبوط، تنديروه في حشوات ديال الفطائر، تنديروه في الطواجن، تنديروه في كل شيء. دونك انايا تنقطعو بكميات اللي هما كثيره، وكاينين عاوتاني بزاف ديال يعني بزاف ديال الطرق باش نحتفظ به. الا انا بغيت نديرو غير في الثلاجه ندير الورق الماس اللي تحت نتاعو، تيبقى ليا 5 ايام ما تيوقع لي والو في الثلاجه، كل نوبه تنهز منه شي شويه. يمكن ليا عاوتاني نديرو في البلاستيكات كما درت الاخرين، ونسد البلاستيك ونحطو في المجمد، وقت ما بغيت نستعملو نجبد البلاستيكه. يمكن ليا عاوتاني نديرو في القرعه كما تشاهدوا معايا الان، وتديروا عليها زويته من الفوق ما تيوقع ليه حتى هو والو، تتحطيه في الثلاجه ولكن ما خصوش يفوت 4 ايام. غادي نبقاو في لي زاستيس في الرونجمون في لوغانيزاسيون خاص بروتور دو كورس. بالنسبه للطماطم، خصوصا الطماطم اللي كاينه في اوروبا، فالطعم ديالها ناقص على الطماطم اللي كاينه في البلاد. دونك بالنسبه للطماطم ما نديرهمش في الثلاجه البنات، حيت الطعم ديالهم غادي ينقص. وانا راه عمرني الطماطم ما تنديرهم في الثلاجه، وخصوصا تنشري لي طوماط بيو، يعني تنشري فريمون دي طوماط اللي هما ما فيهمش لي برودوي كيميك، وما تيوقع لهم والو، تنحطهم غير في واحد المكان ما وصل عليه الشمس، ما فيهش بزاف ديال الحراره. بعد مره تندير لهم الورق الماس من التحت، ما تيوقع لهم والو لمده اسبوع. جربتوا هذه القضيه ولا لا؟ دونك بالنسبه للبروكولي الا غسلتوه فتيخسر، خاصكم تستعملوه في نفس النهار. الا ما بغيتوش يخسر ما تغسلوش، ديروه في الثلاجه ما غادي يوقع ليه والو حتى 5 ايام. وهنايا كما تتشاهدوا طحنت بعض بنفس ديك الماكينه شي شويه ديال الفلافل الملونه، تيلقوا ليا تنديرهم في الحشوات، وباش ما يخمجوا ليش من التحت تندير دائما الورق الماس. نفس الطريقه بالنسبه للفريز، الفريز تندير ليه الورق الماس من التحت، تيبقى ليا 3 ايام 4 ايام في الثلاجه ما تيخماش ما تيوقع ليه والو، وتندير ليه عاوتاني الورق الماس من الفوق. دابا بالنسبه لعشاق البيتزا، الا تعجبكم البيتزا حاولوا صايبوا مثلا دوك المقادير اللي تديروا فيها وحطوهم مثلا في الثلاجه، بحال مثلا تندير فيها بزاف الشامبينيون، تندير فيها الفلافل، تندير فيها شي شويه ديال البصله، تنقطعهم كلهم وتنحطهم في واحد البلاستيك، وتنسد البلاستيك وتنحطها في الثلاجه وتنحطها في المجمد. وقت ما بغيت ندير البيتزا كما غادي تشاهدوا معايا بعد قليل، تنجبدهم وتنحطها فوق البيتزا، وهاني ربحت واحد الوقت هائل في وسط الاسبوع. وهذه جميع الاشياء اللي صايبت انا وياكم، وهذه الاشياء هذه غادي يربحوني واحد الوقت كثير في الاسبوع. ونتمنى هذه الفقره هذه ديال غوتور دو كورس اورغانيزاسيون استوس حيل وافكار خاصه بالخضار والفواكه سبيسيال شهر رمضان ينالوا اعجابكم وتستفدوا منه. Thank you.
ديال الغونجمون اورغانيزاسيون دي زاستيس افكار وحيل ونصائح. دابا ان شاء الله غادي نمشيو في هذا الروتين، غادي نبقاو نيت في هذا الروتين وغادي نمشيو الى الفقره محبوبه الجماهير هي اعداد مائدة رمضان، وفي نفس الوقت غادي تشاهدوا معايا الديكور ديال المائدة. كما قلت لكم بان هذا رابع ميدة نديرها لكم، الى عجبتكم هذه الميدة هذه راه غادي تلقاو عاوتاني افكار وحاجين اخرين وحاجين اخرين للفطور، وافكار وحاجين اخرين عاوتاني للعشاء، مع علم بانني تندير عشاء وفطور في نفس الوقت. يعني داكشي اللي غادي تشاهدوا فوق المائدة فهو عشاء وفطور في نفس الوقت، وتنسطر على كل ما هو صحي. وصفات رمضان سهله وسريعه، وغادي مازال يسهلوا لي الامور دوك لي زاستيس والحيل والافكار اللي صيبت انا وياكم في الصباح. هنايا كما تشاهدوا معايا الاشياء اللي غادي نديرها للعشاء، حيت الميده غادي يكون فيها فطور وسحور وعشاء في نفس الوقت. بالنسبه للعشاء غادي ندير غير شي حاجه اللي هي خفيفه، عندي شي شويه ديال الكفته الدجاج، شي شويه ديال الكفته ديال اللحم، عندي شي شويه ديال الكالامار وشي شويه ديال لي كروفيت، جبتهم من الثلاجه كلهم في نفس الوقت وغادي نستمهم في نفس الوقت. دابا بالنسبه للبهارات فما تنكثرهمش في رمضان حيت تضروني البنات، تضركم شفتوا البهارات في رمضان. المهم ما تنكثرش، ولكن تنحاول نعوض القزبر والمعدنوس تعجبني بزاف، والبصله حتى هي تعجبني بزاف. دونك البهارات درت هنايا شي شويه ديال الخرقوم والابزار، درت البواغو ودرت شي شويه ديال الفلافل الملونه، وتبلت كلشي وحطيت كلشي فواحد القنص. بما اللحم شي شويه تشرب تنمشي نصايب الخبز، وبالنسبه للخبز فغادي يكون عباره عن بطبوط فخسي. دونك بالنسبه لهذا البطبوط هذا فدغيا تيطيب ليا وتيجي فخسي، وبالنسبه للحشويه اللي فيه فكل وحده تدير داكشي اللي كاين عندها في الثلاجه. تندير غير شويه شويه البنات، ندير درت غير زلافه ديال دقيق الفرز معهم زلافه ديال دقيق القمح الصلب، ملعقه ديال السكر، شو شويه ديال الملحه، ملعقه ديال زيت الزيتون، خليتهم حتى خمروا مزيان، شفتوا معايا الضعف الحجم ديالهم، وتندلك كلشي على شكل خبزه، وتنقبط واحد الزلافه وتنقطع فوالا. وهداك الطريف اللي قطعته تنعمرو بالحشوه، الحشوه اللي درت فيها البصله وفيها خيزو فطريفات ديال اللحم، وتنغطي من الفوق. فريمون جا هائل وجا سريع. ندير واحد شويه ديال الزيت في المقله، وهكا تيجي مقرمل وتيجي مويلو من الداخل. جربوا هاد لا غوسيت هادي ديال البطبوط فغادي تعجبكم بزاف. ودابا غادي نتجهوا باش نصايبوا الشوربه او الحسوه، والشوربه او الحسوه غادي تكون صحيه وغادي تكون غير بالخضر. بالنسبه للخضر درت مطيشه، خيزو، بطاطا، القرعه، ودرت الكرافس وشو شويه ديال البصله. نقول لكم ديروا اي حاجه كاينه عندكم على حسب، المهم انا الشيء اللي تيعجبني. ودرت شو شويه ديال الكورج او شو شويه ديال القرعه الحمراء فتا هي صحيه. ودرت واحد طريف ديال اللحم، قال لكم تعوضوا طريف ديال اللحم بطريف ديال الدجاج، وممكن لكم كاع ما ديروه. تندير شو شويه ديال زيت الزيتون، الملحه والبزار، وتنعمرهم بالماء حتى تيتغطوا من الفوق. نحطوهم هكا يطبخوا شو شويه او تنميكسي كلشي فوالا. نحيد تنميكسي كلشي باللحم نتاعهم فريمون تجي زوينه. بعد مره تنزيد فيها الفرماج البنات، بعد مره تنزيد فيها البيض، بعد مره تندير فيها شو شويه ديال الروز، شو شويه ديال الشعريه، وكل واحد على حسب، على حسب الكان وعلى حسب لونفي وعلى حسب الشونجمون اللي انا يبي ندير فيها.
شفتي معايا الصبه كيفاش جات فريمون رائعه. وبالنسبه لديك الكفته من بعد ما تبلات فوالا تندير كل شيء في الصينيه، بما ان احنا تنحطوا فطور وعشاء وكل شيء مخلط في طبله واحده. عاوتاني درتي اللحم في الطاجين سميتو ما غادي ياكل لك حتى حد شي حاجه، تنديرها في الطريقه هذه ما تيتكالو وتيجيو هكا خفيفين مع شي بطيبيط هكا يكون زويون وسخون. نفس الشيء بالنسبه للكفته ديال الدجاج، فدرت لها شويه ديال البواغو القزبر والمعدنوس، يمكن لكم ديروا الثومه الا كانت تعجبكم وشويه ديال البهارات، وتندخلهم للفران يعني باش يكونوا فريمون صحيين يعني تنشويهم. اما بالنسبه للبيتزا دونك بالنسبه للبيتزا دائما تندير عجينه البيتزا في الثلاجه. اليوم لا شريت هذه العجينه ديجا مصايبه، يمكن لكم تشريوها ديجا مصايبه او تخرجوا هذيك اللي كاينه عندكم في الثلاجه. تندير لاصوص طوماطو، هذا لاصوص طوماطو رويت عليكم تنقول لكم بانه راه رائعه جدا، بلا كاع ما تصدعوا راسكم تصيبوا لاصوص طوماطو في الدار، سينو لابد تصيبوا لاصوص طوماطو ديال البيتزا. رويت لكم طريقه ديال التحضير ديالها على القناه. هنايا تندير شي شويه ديال الفرماج ديال الموتزاريلا فوالا، وتندير طرافي ديال الموتزاريلا من الفوق كما غادي تشاهدوا معايا الان. يمكن لكم تعوضوا هذا الفرماج هذا بفرماج واحد اخر، او ممكن لكم تعوضوا غير بالخضار، ديروا هي داك الفرماج التحتاني وديروا الخضار. وتنديرهاش تندير هذوك الخضار اللي قربت معاكم في الاول، يعني تنجيب البلاستيكه تنحلها تندير الخضار هكا من الفوق هكا فغمو، تنربح واحد الوقت اللي هو هائل جدا في تحضير الفطور او تحضير مائدة الإفطار. ندخلها للفران وهي طابت. دابا المرحله اللي تعجبني بزاف هي لا ديكوراسيون دو طاب ولا بريباراسيون ديال لي بلا اللي صايبت انا وياكم. دونك تنديرهم في هاد البلاطويات هادو، هذا البنات هذا الشيء هاد الربعه هادو هما الفطور، هذا هو الفطور بلا عشاء. تنديرين سلاد، تندير شي شويه ديال الماطيشه، تندير البيض ديال السمان، الا ما درتش ديال البيض ديال السمان تندير بيضه عاديه، وندير شي شويه ديال الفرماج الاحمر من الفوق، وتندير واحد الخضره. كل نوبه واش تندير، دابا اليوم درت لافوكا ولا بعد مره تنديري متيت صوص، وبعد مرات تنخليها على هكاك. وداك الخبيز اللي صيفط انا وياكم شفتوا معايا البطبوط الخبز قسمته فوالا، كل واحد حطيت ليه جوج طريفات جوج طريفات، كلشي تنحطو هكا فهاد البلاطو، وتندير الصبه ديال الخضره. ايوا هذا هو الفطور بلا عشاء، الله يجعل البركه مع كاس ديال الماء. دابا بالنسبه للعشاء وتنحط مثلا هذوك الكفتات، تنحط مثلا الكفته ديال اللحم، الكفته ديال الدجاج متبلين واللي ما مقليينش البنات، تفادوا القلي باش يكون الاكل ديالكم صحي. شي شويه ديال الكروفيت، شي شويه ديال الكلامة، كلشي تنحطو هكا. كنت جبت معايا ديك ديك البيتزا حتى هي تنحطها، والله يجعل البركه.
كان هالمائدة فيها فطور وعشاء وسحور. بالنسبة للسحور فغير الفواكه معهم كاس ديال ياغورت. صافي هادشي اللي وليت ندير انايا مؤخرا. كيفاش جاكم هادشي وصفات اليوم الصحيه؟ عجبكم الفيديو ديال اليوم البنات؟ فتفرحني ديروا لي لايك وديروا لي بارطاج. فنرحب بجميع التعليقات نتاعكم. شكرا لكم، شكرا للحب نتاعكم، ونلقاكم ان شاء الله قريبا في فيديو جديد على قناه سما. والفيديوهات اللي درت على شهر رمضان راه غتلقاوهم في الاخر ديال هاد الفيديو هذا، غير بقاو حتى الاخر. موح عليكم ورمضان مبارك سعيد. انايا كلشي فطر كلشي هرب، قال لي غسل الماء عندها معناتها بعين الله يكون لينا في العون.